كما كتشوفوا معنا الخوت، بزاف ديال الناس كيعانيوا من هذا المشكل ديال هذه البانيره هذه كتكون عندهم في الطواليت في الدار قديمه، كتكونسومي الماء وكدير الاسباس. هاد السيده هذه قالت لي ملي كنجي ندوش يعني الطواليت كبيره وبارده، كتحس بالبرد ملي كتكون كدوش، يعني كتحس بالبرد في وسط الطواليت ملي كيكونوا كيدوشوا ولا شي حاجه كيحسوا بالبرد في وسط الطواليت، حيت الطواليت خاصها تكون صغيره ويعني باش كتكون سخونه في الوقت ديال البرد. قالت لي شنو هو الحال؟ قلت لها الحال ديالها نزولها لك، حيت بغات تعمل فوق منها الومنيوم. قلت لها الومنيوم ما يصلح لك شي فوق منها، يعني غتخسر فلوسك في الومنيوم وصافي وما تصلحش المشكل. قلت لها المشكل ديالها هي نحيدها لك كيف ما كتشوفوا معنا بهذه الطريقه هذه، وفي نفس الوقت غادي نعدل الطيحه، الدوشه غادي نعدل الطيحه وغادي نبني لك حايط يجي لك صحيح تما باش كتفرق الطواليت، حيت عندك الطواليت كبيره كيف ما كتشوفوا معنا بهذه الطريقه هذه. صافي تقبلت الفكره وتوكلنا على الله. صافي كيف ما كتشوفوا معنا كنبني الحيط بهذه الطريقه هذه كامله، حيت قالت لي، قلت لها واش غدير بومبيه في وسط ديك الدوشه اللي غنعدل لك دابا؟ قالت لي ما بغيتش الزل اللي جي تهرس. قلت لها صافي غادي ندير لك واحد الضوايه اللي غتبقى تدخل لك الضوء من داخل على برا، يعني غتبقى دي الضوء من ديك الطواليت على برا، ثم غادي تشوفوها في نفس الوقت هي كضوي واخا يكون ليل واخا يكون نهار، حيت الطواليت اصلا مسلسه شويش. قلت لها واخا يكون ليل واخا يكون نهار يعني غادي يدخل الضوء ماشي مشكل. صافي كيف ما كتشوفوا معنا هما هادو، واخا شويش كيكونوا محببين ولكن كيدخلوا الضو ومزيونين، وفي نفس الوقت حيت دابا بغات تقوز الضو خاصها تهرس الزليج، ضروري كان خاصها تهرس الزليج، وهي ما كخصهاش تهرس الزليج، وهذا الزليج هذا موديل قديم يعني ما عاد جبروشي. صافي كيف ما كتشوفوا معنا مشيت معاها بهذا السيستيم هذا كامل، يعني كانت الفكره ديالي، قلت لها انا نبني لك الحيط هنايا. صافي كيف ما كتشوفوا معنا هذه هي الدوشه، ديك الساعه تنكملها من هنايا كامله، غادي نزلجها من هنايا وغادي نعدل لها الداخل تاع الزليج بحال الخشب ما كيزلقش، حيت هي اصلا سيده كبيره في الله شويش، يعني الانسان ملي كيكون كبير ماشي بحال اللي الانسان اللي كيكون باقي شباب كخصو الديكور وكخصو، الانسان اللي كيكون كبير في السن يعني كخصو واحد الحاجه تكون مزيانه ماشي ضروري تكون مزيونه ولا، المهم في نفس الوقت هي اصلا مزيونه واقتصاديه ومزيانه. بزاف الناس اللي كيكون عندهم هذا المشكل هذا هو الحل ديالها، اولا كتحيدها وكتعمل الدوشه ماشي ضروري تبني الحيط، صافي تعمل الومنيوم كيغطي لك، ولكن الومنيوم مع الوقت يعني كيمشي احسن حاجه، ولا كانت عندك الدوشه كبيره هي تبني لها الحيط بهذه الطريقه هذه. صافي كيف ما كتشوفوا معنا ها هو داك المقطع ديال البانيو اللي زودت، انا عملت لواحد الثلج يعني واخا ما جاش في حاله، ولكن في نفس الوقت ما باينش بان كانت هنا ديك البانيره، يعني ما باينش مرقع. صافي كيف ما كتشوفوا معنا كان فيه نيوم مسائل ديالنا كامله هيدا بهذه الطريقه هذه، كنمشيو مع السيستم هيدا. ثم كيف ما كتشوفوا معنا الطواليت ديالنا اللي باقي خصها الومنيوم، يعني جامو الالومنيوم بدا العبار. صافي ها هي كيف ما كتشوفوا معنا صات الدريجه ديالها باش ما يخرجش الماء، وهذاك المقطع فيه كان صلبانيه راه هي يعني فيها الميال ديالها فيها كلشي ديالها. صافي هادشي اللي كاين، واللي عجبو الفيديو الخوت ما تنساوش تخلي لنا الراي ديالكم في التعليق وتخلي لنا شي لايك باش حتى حنا نبقاو نستمروا ونجيب لكم الفيديوز بحال هادو. وتحياتي، واللي بغى شي حاجه يسرد لي في الخاص ويتواصل معايا ومرحبا.